أقامت القنصلية المصرية بجدة احتفالا لحفظة القرآن الكريم، حضره الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ عبد الله بصفر، ومعالي السفير علي العشيري وعدد من أولياء الأمور ورجال الإعلام. معالي السفير، كلمنا عن حرص القنصلية لتكريم حفظ القرآن والاهتمام بهم. يعني هذه الاحتفالية الثقافية اللي طرعها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة وصندوق رعاية المصريين في جدة أيضا، كل عام هي تمثل أهم حدث على الأجندة الثقافية للقنصلية والجالية المصرية. أنا سعيد هذا العام أن عدد المتسابقين في تزايد، هذا العام شارك في المسابقة 401 وفاز 127 فائز. الحقيقة نحن كقنصلية عامة بنحرص كل الحرص على الاهتمام بهذه المناسبة، بنعتبرها أهم المناسبات الثقافية في إطار الدور اللي بتقوم به القنصلية العامة كمركز للإشعاع الثقافي في جدة والمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، وفي إطار التواصل بين القنصلية العامة وأبناء الجالية المصرية والمجتمع السعودي. نحن اليوم سعداء بتشريف معالي الأستاذ عبد الله بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وده بيؤكد الرسالة اللي أنا دايما بأرددها على أهمية التواصل بين القنصلية العامة وأبناء الجالية المصرية وأبناء المجتمع السعودي، لأن احنا نشعر في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكأننا في وطننا الثاني. بنهنئ أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة على عودة خادم الحرمين الشريفين سليما معافى، ونتمنى أن يحقق الله سبحانه وتعالى على يديه الخير والنماء والازدهار للشعب السعودي الشقيق. كلمة حفظة القرآن توجهها لهم؟ بقول لأبنائي وبناتي الأعزاء حفظة القرآن الكريم أن أنا بهنيكم تهنئة صادقة بهذا الإنجاز العظيم، إنما بطلب منهم العمل بكتاب الله وسنة نبيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، ولا بد أن ينعكس حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف على سلوكنا وحياتنا بصفة عامة حتى نحيا حياة إسلامية سعيدة سواء في الدنيا أو الآخرة بإذن الله. شكرا. الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم معالي الشيخ عبد الله بصفر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الله بصفر، قلت كلام كثير في حق القرآن وفي حق مصر بحفظة القرآن، يعني لو نبذة منه بس جريدة المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أنا قلت الحقيقة أن يعني مصر هي عش القرآن الكريم، وهي أكبر البلاد الإسلامية المهتمة بتعليم القرآن الكريم، والقرآن الكريم كما يقال يعني بين القراء نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ في مصر. وطبعا يعني القراء المشاهير الذين تعلمنا على أيديهم واستفدنا منهم واستمعت لهم الأمة كلها، الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط وغيرهم الحقيقة من القراء، يعني ليس بغريب أن يخرج من يعني أحفادهم وأبنائهم من يكونون بهذه يعني هذا المستوى الجميل، حفظ وتجويد وإقبال على كتاب الله عز وجل. مصر مليئة ونحن على علم بهذا لأننا نزور مصر، مليئة في القرى والأرياف بحلقات تحفيظ القرآن وكتاتيب تحفيظ القرآن بالملايين. والحقيقة يعني هذا إنما هو نموذج من هذا الاهتمام بكتابه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر ويحفظ شعب مصر ويحفظ أهل مصر ببركة حبهم للقرآن وإقبالهم على القرآن، وستظل بإذن الله عز وجل هذه البلاد المباركة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ومن أحسن قولاً